صباح الخير، حلقة جديدة من السياسة اليوم الخميس 20 أيار 2021. بشرفني رحب بضيفي في الاستوديو وزير الداخلية السابق الأستاذ بشارة مرهج. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير معالي الوزير. يعني اليوم سنبحث باللقاء مع حضرتك يعني بالتطورات الإقليمية واللبنانية. سنبدأ من فلسطين، يعني فلسطين اليوم رغم كل المحاولات لطمس معالمها عن خارطة العالم، ولكن تأبى إلا أن تعود إلى واجهة الأحداث وصدارة هذه الأحداث عن التحولات الاستراتيجية التي ولدها صمود الفلسطينيين، والتي باتت تطرح أسئلة كثيرة عن إمكانية استمرار الكيان الإسرائيلي بسياسة قهر الفلسطينيين. وهل إسرائيل في مأزق حقيقي، لسيما مع انقضاء المهلة التي أعطتها الإدارة الأمريكية للإسرائيليين؟ وماذا عن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية؟ والسؤال يعني الأكثر شمولا، ماذا بعد؟ سنبحث في المتغيرات الإقليمية والدولية، المباحثات السعودية الإيرانية، التواصل السعودي السوري، وأيضا في الملف النووي الإيراني. سنتوقف أيضا عند انطلاق عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية السورية التي تنطلق اليوم خارج الأراضي السورية، وسينضم إلينا من سوريا في هذا الإطار عضو مجلس الشعب السوري الدكتور خالد العبود، وسنكون أيضا في مواكبة لانطلاق هذه العملية من السفارة السورية في لبنان. سنبحث مع حضرتك أيضا معالي الوزير بالشأن اللبناني، لابد ولا غنى يعني من الحديث عنه. أكيد. بالعنوان العريض، التأزم السياسي الذي يزداد عمقا وانعكاسه على الوضع الاقتصادي والمعيشي، وعن كل ما يتفرع من هذا الواقع من هواجس وقلق يبدو فقط لدى الناس. لنبدأ. أهلا بك مرة جديدة. بين غزة والاحتلال الإسرائيلي يعني شهدنا كثير من الحروب، ولكن هذه الحرب مختلفة. بالعنوان العريض اليوم، لماذا هذا الشعور لدى الناس أن المقاومة انتصرت؟ بالزمن الغابر عندما أتى الإسكندر لاحتلال المنطقة وبناء حضارة كونية واحدة، وصل على الساحل السوري اللبناني الفلسطيني، نحن بنسميه السوري. نعم. اصطدم بمدينتين. أول مدينة هي صور، تاني مدينة هي غزة. صور كلفته يعني خسائر فادحة جدا، واضطر أن يكون يعني على درجة عالية من الوحشية حتى سيطر على صور بعد فترة طويلة وبعد تضحية هائلة. كذلك حصل نفس الأمر بالنسبة لغزة. نعم. فلما سؤل من الحكماء، وبعتقد أرسطو، قال لهم مدينتان في الشرق أصبت منهما بالصداع الشديد، وكاد اليأس يدخل إلى قلبي بسببهما. قالوا له مين؟ قال لهم صور غزة. نعم. فصور شوفي شو كان لها دور عظيم بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي. كانت هي يعني الحرب الحقيقية بوجه الاحتلال الإسرائيلي، طبعا كل المناطق اللبنانية الأخرى. نعم. وشوفي غزة من أيمتي هي عصية على الغزاة، وكان دائما هي واجهت أيضا المغول والتتار اللي أرادوا تقويض الخلافة الإسلامية والحضارة الإسلامية واحتلال مصر وسوريا. نعم. فكانت غزة بالواجهة. فغزة بالنسبة للتاريخ هو تاريخ نضال، لأنه هي على بسبب موقعها الجغرافي، لأنه هي على مفتاح القارات. نعم. أفريقيا وآسيا، واللي بده يطلع كمان باتجاه أوروبا أو اللي جاي من أوروبا بده. غزة ممر إجباري، ولذلك لها أهمية كبرى على الصعيد استراتيجي. والإسرائيلي طبعا كله بين أوصين. نعم. الإسرائيلي لو ما تعب بغزة وألحق به خسائر فاتحة ما كان ترك غزة، وهلأ عم بلوحوا أنه سندخل غزة مرة جديدة. هذا تلويح وضغط سياسي ومحاولة لإرباك المقاومة في غزة. نعم. غزة نعم. عصية على الجيش الإسرائيلي، وبعتت كل شباب غزة وأهالي غزة إذا يعني إذا دخل الجيش الإسرائيلي وتوغل في شوارعها ستكون ملحمة كبيرة تسجل فيها غزة انتصارا كبيرا. يعني حتى الأمس
كانت القضية الفلسطينية مهملة، يعني اعتقدوا انه الى زوال، انه الشعب الفلسطيني سيتكيف مع الوقائع الجديدة، مع عمليات ترامب اللي ألغت الحضور الفلسطيني بالقدس على الصعيد الدولي على صعيد الأونروا، عمل عمايل عجيبة ترامب لإزالة الحضور الفلسطيني. كذلك صار عمليات تطبيع واسعة، وبدت إسرائيل كمان بين قوسين منتصرة ومهيمنة بالمنطقة وتستعيد دورة في توزيع الترتيبات الاقتصادية والأمنية وإلى ما هنالك بالتعاون مع أمريكا. نعم، يعني ترى معالي الوزير اليوم وإذ فجأة اليوم مثل ما تقول اليوم، وإذ فجأة غزة في الصورة، فلسطين في المشهد، القدس هي الأساس، أصبح الحديث في البيت الأبيض هو عن غزة وعن القدس، الحديث بالإليزي هو عن القدس وغزة، الحديث بالكرملين هو عن غزة والقدس، الحديث بالأمم المتحدة، بنيويورك، بكل بلدان العالم، فلسطين هي المشهد وهي محور الحديث ومحور الصراع في العالم. ليه؟ لأنه فلسطين نحن ما عم نعطيها أهميتها العرب للأسف الشديد. فلسطين في قلب العالم، والقدس في قلب فلسطين، وكل يعني كل المسلمين وكل المسيحيين وحتى اليهود ينشدوا إلى القدس وينشدوا إلى فلسطين، وتعني فلسطين لهم الشيء الكثير. نحن بالنسبة لنا يعني كعرب، يعني كياننا، تاريخنا، تراثنا، بكل شارع موجود بفلسطين، بكل بقعة، سواء يعني من الناحية الدينية أو من الناحية التاريخية. أهم معركة كانت بوجه الفرنجي هي حطين، تحرير القدس، استعادة القدس، بناء الدولة يعني العهد العمري، يعني كلها تاريخنا وتراثنا مرتبط بالقدس. عم يجي يقولون للأمريكان هيدا ترامب وكم واحد معه أنه أنتم ما قالكم شيء بالقدس وما قالكم شيء بفلسطين. طبعا الفلسطيني، الشاب الفلسطيني، الشاب الفلسطيني سواء بالقدس ولا بغزة ما بيقبلوا هالكلام، ولا نحن بنقبل هالكلام معهم، وبالتالي كل هالضغط اللي صار أدى إلى هذا الانفجار. نعم، على كل حال يعني الانتفاضة هي بدأت من داخل الأراضي المحتلة، أتحدث عن الشيخ جراح وعن يعني عند المقدسيين، من اللي كانوا الإسرائيليين عم بيراهنوا أنه هولي خلص تطبعوا وهم الجيل الرابع اللي نسيوا القضية واللي حاصلين بمعنى معين على الجنسية الإسرائيلية المشروطة. يعني كمان هذا نظام الفصل العنصري يتعاطى مع هؤلاء بهذه الطريقة. يعني الكيان الصهيوني حتى نرجع للواقع، هو عنده خطة استراتيجية بالنسبة له. إسرائيل هي الأرض، والأرض هي القدس، والقدس هي الهيكل، يعني ما بيفصل بين هالمسائل. لذلك مستحيل يقبل بالهزيمة إلا إذا تجرعها مرغما. ما بيتراجع عن أرض إلا إذا غصب عنه، لأنه بيعتبر هذه الأرض جزء من كيانه النفسي والثقافي والروحي طبعا روايات يعني أساطير بنيت عليها هذه الروايات. لذلك كان في جهد كبير، نسميه جهد كمان بين قوسين، من قبل الكيان الصهيوني لتهويد القدس. شو ما تهويد القدس؟ يعني تحويلها إلى مدينة يهودية خالصة. صحيح. يعني شو رمز القدس؟ رمز القدس المسجد الأقصى، وكنيسة يجب الدخول لألو، الدخول لألو، اقتحامه حتى يفقد مناعته، يفقد حصانته، يفقد صورته البهية. والقصد في فرق إسرائيلية صهيونية بتريد تدمر المسجد الأقصى لحتى تقيم محله هيكل سليمان، وهذه ضمن العقيدة الصهيونية وحتى ضمن العقيدة المسيحية الصهيونية أو المسيحيين المتصهيونين اللي بيعلقوا بكلمة بالإنجيل أو كلمة بالتوراة، يعني بيربطوا مصير البشرية فيها. فلذلك كان في عمليات منهجية لتفريغ حي سلوان، لتفريغ حي الشيخ جراح من العائلات الفلسطينية. ما نصدف أنه والله أنتوا هالعائلة لازم تطلعوا اليوم، أنتوا هالعائلة، يعني كان في عناد إسرائيلي بإخلاء هذه المناطق القدسية الشعبية من أهلها
لحتى تستمر عملية التهويد. وبنفس الوقت في مشاريع يهودية بالقدس الشرقية، سواء شراء أراضي بالتزييف والكذب والخداع أو شراء عقارات، لحتى بعد فترة تصير فعلا القدس الشرقية ما فيها وجود عربي وإسلامي، وهذا أمر في منتهى الغرابة وسابع المستحيلات، لأنه القدس حتى القدس الشرقي القدس القديم البلد القديم نعم فيها 50 صرح إسلامي، يعني جامع مقام مؤسسة إسلامية الأخر، وفيها 50 مؤسسة أو صرح إسلامي مسيحي ديني، وعلى رأس كنيسة القيامة. نعم. في قبر المسيح سيدنا المسيح. صحيح. في مصر النبي العربي الكريم. صحيح. في هنا كان عمر، هنا كان أبو عبيدة، هنا كان يعني في الصحابة لهم مقابر. يعني القدس هي تنضح بالتراث العربي وبالحقيقة العربية، الحقيقة الإسلامية والحقيقة المسيحية. نعم. فعم يجوا اليهود عم بيقولوا أنه هذه القدس بدها تصير مثل ما قال ترامب، أنه بدها تصير مدينة يهودية خالصة. فماشيين بهالخطة. لا، وقف طفل فلسطيني، وقف شيخ فلسطيني، وقفت مرأة فلسطينية، قلت له ما رح نطلع من بيتنا. وأنا سمعت ممرأة تأثرت فيها كتير. نعم. قلت لهم هنا ولدنا، هنا بيت الأجداد وسيكون بيت الأحفاد، ولن نطلع إلا على رؤوس الحراب. وطعوا، نحن واقفين ستات. نعم. وقفوا بالقدس يقولوا نحن لن نقبل بهذه الهيمنة الإسرائيلية. والإسرائيلي تفاجأ، يعني معود أنه هو جاي بهالتياب العسكرية مدجج بالسلاح والسيارات العسكرية وقالب وجهه على هالشعب المناضل، افتكر أنه بده يمسحهم مسح. وقفوا بوجهه، وقف بوجهه الشيخ جراح وحي سلوان وكل القدس. ساعتها يعني اهتزت الناصرة، اهتزت عكا وحيفا وأراضي 48، مدن الضفة الغربية المحتلة، غزة صارت ملتهبة بالنار. كيف عم تهان القدس، يهان الأقصى، تهان القيامة، يهان أهل القدس اللي هن جزء هن من هالتراث، تهان حجارة القدس. فمع الإسرائيلي كان بهالناحية سخيف، كان عقله منه متبصر، ما كان دارس الموضوع مزبوط، منه عارفين تماما. الأول بعده مستخف، يعني صحيح مستخف، كان مستخف بقيمة القدس عند العرب وعند المسلمين وعند أهل فلسطين. فلسطيني بالنسبة له روحه كيانه مستقبله شرفه كرامته وجوده هي القدس. طيب، يعني انطلاقا من هذا السرد التاريخي معالي الوزير، اليوم لنحكي باليوم بالميدان. فضل. اليوم الرسالة العسكرية واضحة، يعني فحواها، المقاومة استطاعت وتستطيع الدفاع عن القدس والمقدسيين، واستطاعت أن ترسم معادلة ردع جديدة. ماذا عن المستوى العسكري؟ يعني هل عادت هذه الانتفاضة لتصوب أن على كل فلسطيني الانتظام في هذه المواجهة؟ سلاح الفقراء. الانتفاضة تسلحت بسلاح الفقراء اللي هو الصمود، تصدي بالوسائل المتاحة، ومقارعة العدو بروح يعني متوسبة متمردة غير قابلة للكسر. من هنا سجلت المقاومة الانتصار قبل أن تبدأ المعركة. من ثم استخدمت الأسلحة المتاحة عندها اللي هي الصواريخ والمواجهة المباشرة، يعني في المواجهة المباشرة كمان. فإسرائيل فوجئت الحقيقة، فوجئت بكمية الصواريخ الموجودة، فعالية الصواريخ والقدرة على التصويب والاستمرار في المعركة بالوقت اللي فيه مئات الطيارات الإسرائيلية بالجو، في أواكس فوق أمريكاني وغير أمريكاني اللي هي ترصد كل حركة بالبيت وكل حركة بالشارع وحتى تحت الأرض. وخصوصا يعني أنه غزة معالي الوزير هي أرض منبسطة طبعا، وهي يعني هي سهلت لا فيها سهلت الاستهداف. صحيح، لا فيها يعني وديان، هيدا الموضوع ولا فيها مغاور مثل أفغانستان أو مثل جبال لبنان. نعم. وقدرت يعني تقاوم وتستمر بهالمقاومة. الإسرائيلي فوجئ وشعر بالضعف،
بوجه هذا. لذلك استخدم يعني نتنياهو رجع يقول انا راح استخدم غارات الطيران، يعني اكثر شيء الطيران، يعني عم بغيب المواجهه المباشره لانه خايفين من المواجهه المباشره. يبدو انه سقط خيار التدخل الإسرائيلي. انا لا انكر انه الجيش الاسرائيلي قوي، من اقوى جيوش العالم، لكن تخيلي انه غزه هالمدينه 360 كيلومتر، يعني منا تعتبر مساحه جغرافيه كبيره، انه نعم. تقاوم وتقاتل، اخذي قرار، اخذين نعم. قرار، والقرار هالمره اخذ ابعاده النهائيه، مش دفاعا عن غزه فقط، ولا دفاعا عن شهداء غزه اللي سقطوا من قبل وعن مسواهم. نعم، في هالمره في دفاع عن القدس بشكل مباشر، لانه الطحن دائر حول اسقاط القدس، كسر الإرادة الفلسطيني في القدس وكسر إرادة الأقصى بما يعنيه من مرابطين ومرابطات ومصلين ورجال دين وأهل 48. لما اشتد الحصار على أهل القدس أتوا متسللين، أتوا بشكل مباشر بالباصات بالسيارات، مشي صحيح، يجوا مشي من أراضي 48 لحتى يصلوا برحاب المسجد الأقصى، وحتى يقولوا للإسرائيلي إنه هذه الحراب التي تملكها لا تستطيع أن تحرفنا عن ديننا أو عن إيماننا أو رغبتنا في الصلاة برحاب المسجد الأقصى. طيب معالي الوزير، منا هذه شغلة صارت يعني استثنائية. صحيح، يعني نعم. الثورة امتدت للد، لعكا، نعم، لحيفا وليافا، لأم الفحم، أم الفحم لها تاريخ مشهود، ليافا. فإذا الإسرائيلي اللي معود أنه يعمل المعركة في أرض الغير، في أرض الخصم، في أرض العدو، وإذا المعركة انتقلت إلى مجازاً، الأراضي التي يحتلها مجازا، نعم، انتقلت إلى المواقع التي يحتلها، إلى نعم. إلى الأرض التي هو يريد أن ينطلق منها، وصارت هي مسرح المعركة. نعم، هي أخطر ما تعرض وهي له غير مسبوقة ب 73 عام، لأنه هو دائما عنده باستراتيجيته نقل المعركة إلى الآخر، نعم، وتطويق الآخر وإرباك الآخر في أرضه، وإذا هو مربك في المكان الذي يحتله هو المعركة دايرة حواليه، وبالتالي يعني شروط المعركة اختلفت جدا جدا عما كل الاستراتيجيات العسكرية الإسرائيلية مرصود له. يعني بدي أحكي عن شروط المعركة، ولكن يعني اليوم المفارقة بهذا الموضوع، اليوم نحن على يعني بذكرى 73 لنكبة فلسطين، نعم، المفارقة أن هذه الانتفاضة انطلقت من الأراضي المحتلة، هذه الأراضي ذاتها معالي الوزير، نعم، بأيار 1948 إسرائيل هجرت أهالي 500 بلدة بيافا وحيفا واللد، واليوم هؤلاء الأهالي هن اللي عم ينتفضوا على الاحتلال الإسرائيلي. فهذه كانت يعني يمكن أول إرباك وأول مفاجأة لكيان العدو. طبعا 15 أيار ذكرى مليئة بالمرارة، لكن كمان ذكرى تحفز الفلسطينيين على المقاومة، لأنه عم يشهدوا على الأرض استمرار هذه النكبة، استمرار هذا التعامل من خلال الممارسات يعني الإسرائيلية. يعني نحكي عن يحيى السنوار مثلا، نعم، القائد الفلسطيني، نعم، بغزة، طبعا 20 سنة بالسجن، أبائه كانوا بالسجن، تنقلوا من مخيم لمخيم لمخيم، يعني حياتهم حياة كفاح ونضال وصمود، يعني المعركة هي استمرارية لهذه الحياة. صحيح، يعني ما عادت القصة يعني مثل ما الإسرائيلي بيعتد أنه بيقصف كم قنبله على يعني محلات حساسة وأنه الناس بتستسلم، كان يبعث لنا مجندات، فرقة مجندات على لبنان، بعدين كل جيش انكسر بلبنان. إرادة الصمود والتصدي هي أهم شيء. وبعدين هالشباب اللي ربيوا بجو النكبة والنكسة واستمر القهر والقمع عليهم، كمان بدهم يردوا. هلأ عم مرحلة الرد الفلسطيني، مرحلة النهوض الفلسطيني المتكامل، ما عاد في بقى الضفة وقطاع وقدس وغزة، صار فلسطين، نعم، فلسطين، وكل مدينة لها دور، وكل مدينة لها مقام، وكل منطقة لها سهم في هذه المعركة. نعم، يعني بالحديث عن الميدان الفلسطيني معالي الوزير،
اليوم مفترض يعني بالاتصالات الأمريكية الإسرائيلية الجارية خصوصا على مستوى الرئيس بايدن ورئيس وزراء العدو، هناك كان مهلة. يعني الرئيس بايدن وقت وافق معه أنه للخميس نتنياهو يطلب بتمديده ليوم الجمعة، إلى ماذا يسعى نتنياهو؟ هل هذا يعني أن جيش الاحتلال هو في خسارة يعني كتير كبيرة ويسعى لتحقيق أهداف ولو في دقيقة للملمة هذه الخسارة؟ لو كان نتنياهو يشعر بالانتصار لكان قبل وقف إطلاق النار، هو يخشى وكان أن وكان استعان انتصار برسالة بايدن حتى يقول أنه نحن حققنا ما نريده على الأرض، وفي اتصالات دولية من أصدقائنا الأمريكيين، وبالتالي نحن سنبادر إلى وقف إطلاق النار. لكن شعوره أنه لم ينتصر على الأرض وأن المقاومة ستعلن انتصارها وأن المقاومة هي المنتصر على الأرض، لذلك عم بأخر المعركة وعم بيقاوم الأمريكيين، يعني عم بخالف الأمريكيين بالمسألة حتى يسجل انتصار يريده كبيرا على أرض المعركة. يعني بده طال مثلا، إذا بده طال يحيى السنوار، ولا بده طال مروان عيسى، ولا بده طال محمد الضيف، اللي هن قادة ميدانيين، لأنه سقط قيادات كبيرة لحماس وللمقاومين يعني ضحوا في تضحيات كبيرة ما انعرفت بعد، وإن شاء الله تكون يعني بالحد الأدنى. لكن بعد الأسماء الكبيرة يريد خطفة أو يريد قتلة أو قنصة حتى يحفظ ما وجهه أمام يحفظ الرأي العام الإسرائيلي ويبرر عملية وقف النار أمام الجيش الإسرائيلي وأمام الجمهور الإسرائيلي، خصوصا أنه هو ملاحق من قبل القضاء، ملاحق من قبل المحاكم الإسرائيلية بتهم الفساد، يعني ما آخر ملوى يعني اللوسي بالمنطقة هذه الهيئة، وبيريد أنه يسجل انتصار يغطي فيه عملية الفساد. مثل ما هون في كتير ناس بيريدوا يعني ينتصروا بقضايا موضعية لحتى يغطوا قضية الفساد اللي غرقانين فيها. فهو لو أنه منتصر وأمريكا عم تضغط عليه ضغط قوي وما بيريدوا يوقفوا إطلاق النار مثلا، بدوا يعملوا انتصارات أكبر مثل ما صار سنة 67، ضربوا الليبرتي، سفينة الليبرتي. سفينة الليبرتي وقتها اللي كانت عم تتدخل شوي بالاتصالات وتعرف شو فيه، ما بدهم الإسرائيلي كانوا عم يطيروا طياراتهم على البحر، يعني فوق البحر لحتى يضربوا مصر وسوريا، فضربوا سفينة ليبرتي وانقتل فيها 170 بحار أمريكي بين ضابط وبحار أمريكي. لهلأ بيحتفلوا الأمريكان كل سنة بذكرى استشهاد أو مقتل هؤلاء الضباط والجنود الأمريكيين بواشنطن، عاملين لهم مقام خاص لضحايا ليبرتي. فما بتتورع إسرائيل عن، لأنه بيعتبروا أحيانا أنه يعني مصير معلق على هذه الحرب. وبتعرفي أنت أنه يعني التوافق الإسرائيلي العام بين كل الأحزاب أنه لا للدولة الفلسطينية بالعمق، مستحيل يعطوا دولة للفلسطينيين، بيعطون حكم ذاتي، حكم بلديات، حكم بالواسطة إلى آخره، بس ما بيعطون دولة إطلاقا. هيدي ممنوعة، كلهم متفقين عليها من الليكود لحزب العمل للأحزاب الجديدة هذه اللي طلعت. نعم معالي الوزير، يعني نحن رح نكمل بهذا الموضوع بالموضوع الفلسطيني، ولكن اسمح لنا ننتقل لحزمية للسفارة السورية، لأن اليوم انطلقت يعني الانتخابات، عملية الاقتراع للاستحقاق الرئاسي السوري خارج الأراضي السورية، ويعني في السفارة السورية في لبنان. هذه صناديق الاقتراع فتحت منذ حوالي 7 صباحا. زميلتنا ليندا مشلب جاهزة وعم بتواكب من الصبح هذه العملية. صباح الخير ليندا، يعطيك العافية. صباح الخير إليك رندا ولمعالي الوزير وللمشاهدين. يعني الصورة اللي عم نشوفها هلأ رندا، ورح فوت دغري بالموضوع،
هيدا الحشد اللي عم نشوفه باتجاه السفارة السورية. يعني هلا اكيد رح اعطيك صور اكثر من كيف عم يطلعوا من اي طريقه عم يتوجهوا. اول شيء خلينا بس نشير الى انه هيدي الانتخابات عم تحصل اليوم بالاغتراب السوري وليس بسوريا. سوريا طبعا الانتخابات معروف انه رح تكون ب 26 الشهر الاربعاء الجاي. ب 20 الشهر اليوم تحددت مواعيد الانتخابات بالسفارات السوريه خارج سوريا، ومن ضمنهم نحن لبنان اللي دائما عم بيكون المفاجاه. لبنان كان بال 2014 هو مفاجاه، واليوم مفاجاه، ويبدو انه كمان مفاجاه اكبر. الحشود اللي عم نشوفها واللي عم قطعت مسافات كثير طويله، يعني نحن من أول طلعة الحازمية لوصولنا إلى مفرق السفارة السورية تحدد الطريق لوصول السوريين اللي هن مقيمين، إن كانوا نازحين أو مقيمين أو عمال موجودين بلبنان، تحددت لهم طريق وسط إجراءات أمنية عم بيشارك فيها قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني على طول الطريق، مثل ما عم نشوف بالصورة مع مرتضى راد مصورنا. هيدا الطريق كله طريق الطلعة باتجاه السفارة، والطريق اللي رح نشوفه بالاتجاه المعاكس اللي هي طريق النزلة الى طريق النزلة على السفارة. اذا هاي الطريق كله، ومش طريق هيني ابدا رندا، يعني طريق طويل كتير. عم بتفرجينا قديش عم يتكبدوا عناء، يعني السير على الأقدام وبهذا الطقس الحار لا يتوجهوا إلى السفارة. في تنظيم، في لجنة الانتخابات اللي عم تشرف على هذا التنظيم، وعم نشوف أنه الجيش اللبناني أيضا كمان عم يشرف على التنظيم مديرية المخابرات كمان بالتنسيق مع السفارة السورية. هي عم تشرف، يعني عم بيفوتوا فوج وراء فوج، وعم يعطوهم التعليمات لحسن سير العملية الانتخابية. مثل ما عم نشوف بهالأثناء عم بيعطوهم الإشارة من أجل التقدم لا يلتحقوا بالأفواج اللي بتكون جوا، لا يحاولوا يخففوا شوي من الاكتظاظ. هيدي العملية اللي عم نشوفها هلا رندا منذ السابعة صباحا ما كنت مثل ما يعني هلا نحن بهالوقت اللي نحن كنا موجودين فيه، وبالوقت اللي عرفنا فيه من الساعة 7 الصبح كانوا منذ الفجر عم يجمعين قدام السفارة لا يدخلوا من أجل هذا الانتخابات. معروف أنه اليوم المرشحين على الانتخابات هن ثلاثة، الرئيس بشار الأسد طبعا بأولهم، والثاني عبد الله سلوم عبد الله واللي هو نائب سابق، والثالث مرشح الثالث محمود مرعي وهو من المعارضة السورية الداخلية، يعني المعارضة اللي هي عم في حوار معها ومع الدولة السورية. عم نشوف أنه طبعا عن الكل اللي شايفينه انه صور الرئيس بشار الاسد، والهتافات عم تهتف للرئيس بشار الاسد. عم نشوف وفود من كافه المناطق، عرسال كثير واضح انه في مجموعات كثير كبيره متوجهه من عرسال ومن مناطق نائيه توجهت الى محيط هذه السفاره من اجل الاقتراع. خليني اشير ايضا الى انه نحن بال 2014 بنعرف انه رغم كانت صار لها الحرب السوريه اربع سنين، يعني الا شوي، وشفنا انه وعملت مفارقه كثير كبيره السفاره السوريه بلبنان، حتى كانت محط انذار كل العالم، واللي قالوا فيها انه شو كان بيجبر هالسوريين الموجودين هون، وما كان بعده دفه النصر، يعني بعدها مبينه، كانت بعز الحرب وما كان معروف كيف راح تتجه الامور، وكمان توجهوا. وهون كان في حديث من قبل كل وسائل الإعلام الغربية إلى أنه تفاجأوا أنه حتى بصلب الانقسام السياسي بسوريا وبعز الحرب، وبعد ما كانت معروفة كيف رايحة الحرب، كان في هذا الحشد. اليوم طبعا وبعد ما سوريا استعادت تقريبا سلطتها على كل أراضي
أراضيها، طبعا باستثناء المناطق اللي بعدها معروفة، ولكن في وقف إطلاق نار فيها مع بعض الخروقات وهي معروفة. عم نشوف أيضا أنه هذه الحشود وهذه وهل يعني حالة التعبئة اللي عم بتكون داخل الشعب السوري وخاصة المغترب بعدها موجودة، ولبنان عم بيجسدها بشكل كتير كبير مثل ما عم نشوف هلأ. عم بيخبرون العنصر بمخابرات إلى أنه مش ضروري يفوتوا شيء معهم على السفارة، لأنه كل شيء مأمن جوا، في مي وفي يعني في غدا وفي مأكولات، فما في داعي أبدا أنه يكونوا. نعم عم قول كمان اهم شيء بكون التجهيزات. امبارح سمعنا انه قالوا كمان في كمامات، يعني اجراءات الوقايه من كورونا كمان موجوده حتكون بمداخل السفاره عند. نعم طبعا هيدا كل الاجراءات اللوجستيه كلها تامنت. صحيح. وكل شيء موجود جوا. هلا يمكن نحن عم نشوف هالاكتظاظ، ما عم يقدروا يفرقوا الناس عن بعضهم، يعني عم بضل يحكيهم مثل ما عم نشوف الشباب بمخابرات الجيش عم بضلوا يحكوهم انه ما في داعي انه يكونوا هالقد يعني شكله باكتظاظ، وانه الصناديق للساعه 7 ويمكن تمتد، لانه بنعرف 2014 نظرا لانه ما كانت، ونحن واكبنا هذه العمليه نظرا. صحيح. لانه ما كانت الحشود بعدها كلها انتخبت، مددوا اقفال الصناديق وتمدد حوالي الساعتين وثلاثه اذا بتذكري رندا بال 2014 كانت ظاهره الى منتصف الليل مددوها. صحيح. بلبنان اكيد اليوم طبعا ضلينا لحد منتصف الليل لحتى قدروا خلصت الناس ولا قدرت وصلت. هلا كيف عم بتصير عمليه الانتخاب هلا بس بشكل كثير سريع؟ الناس بخمس اللي كانوا بدهم ينتخبوا، يعني المقترعين تحدد لهم ب 25 ايار لحد بحد اقصى ل 25 ايار عفوا 25 نيسان انه يسجلوا اسمائهم، ولكن ايضا اللي صار انه هلا عم بيبرزوا بطاقتهم، البطاقه بفي عليها باركود، بيمرق الباركود على مباشره يعني ممكنني، الباركود بيمرق ببين بتجري عمليه تفييش، يعني ببين الاسم وكل الداتا المختصه بهذا، كل الداتا المتعلقه بها المقترع اللي فايت ينتخب ب 20 صندوق اقتراع و 19 غرفه سريه موجوده بالسفارة موزعين، متاخد الإجراءات كلها من أجل كورونا، بيفوت حسب هالباركود وبيدخل. اللي جاي اليوم واللي هيدا سألنا عنه هو غير مسجل، طبعا الأولوية للمسجلين، اللي منه مسجل عم يرجعوا كمان ياخدوا الداتا بشكل سريع عنده لا حتى يقدر يرجع يفوت ويقترع. كمان اللي بدنا نعرفه أنه اليوم بتفتح الصناديق، يعني السفارات السورية مش ما بينتترك ل 20 او ل 26 الشهر، باليوم بيفتحوا الصناديق. نعم اليوم بتتم عمليات الفرز داخل السفارة ولا تترك الى الاسبوع الجاي. خلينا بس نشوف. انت حاستك بدك تقول شيء؟ شو هالشعب السوري، هالشعب السوري بيقول الشعب السوري، هالشعب السوري تفضلوا سوريا وبشار، بعد بشار مش حدا، فيش حدا. انت شو بتعمل؟ انت هون مقيم بلبنان او نازح؟ انا طبعا مقيم بلبنان، انا مش نازح، انا مقيم ثلاث ارباع هون. مقيم يعني قبل الحرب السوريه؟ طبعا اكيد اكيد اكيد، انا قبل وانا مقيم من هون، ولادي شباب هون يعني. بس هذا الشعب السوري بيقولوا الشعب السوري، هذا الشعب السوري يتفضلوا. نعم مزبوط مش مزبوط؟ هذا الشعب السوري، هاي بيقولوا ما بدهم مش هاي الشعب، يعني هاي بيحكوا الشعب، هاي الشعب يتفضلوا. يعني عم بتجددوا اليوم الولاء للرئيس بشار الاسد؟ الرئيس بشار الاسد، حافظ الاسد، الله يديمه ويديم عزه ويحفظه يا رب، الله يحفظه بالروح بالدم، نفديك يا سياده الرئيس، الله يطول بعمرك، نحن لن ننتخب غيرك ولن نرضى لاي شخص يكون رئيس سوريا غيرك، انت حاكم العرب وانت حاكمنا، وبالروح بالدم نفديك. انت بحق لك تنتخب؟ بحق يعني عمرك بالدم ننتخب؟ خلينا بس قبل ما ارجع لك
قبل ما ارجع لك، عم نشوف قديش العناصر المخابرات والقوى الامنيه والجيش اللبناني عم يتعذبوا، وفوج التدخل قديش عم يتعذبوا ليردوا العالم شوي لورا بمحاوله للتنظيم منهم، لانه مثل ما عم نشوف في انه عم نشوف لنتا بالصوره، يعني العناصر الامنيه عم تجهد يقترعوا بتنظيم هذا الموضوع. بالفعل في جهد، خلينا نشوف عم يجوا من كل الجهات مثل ما كمان عم نشوف هلا هيدا الوفود جاي بعدها كمان قطعت مسافه كبيره سيرا على الاقدام حاملين صور الرئيس بشار الاسد وايضا مزودين بكل ما هو من شعارات من اجل الوصول الى السفاره، وبمكبرات الصوت عم بيخاطبوهم ان كانوا من السفاره وان كانوا ايضا من القوى الامنيه. يعني فيك اذا نعم احنا رح نضلنا عاطينك صوره رندا، نعم الصوره رح تضل عندك، فيك ارجعي لضيفك ونحن بس نوصل على السفاره رح نرجع كمان نعطيكم الاجواء من قلب السفاره. شكرا لك ليندا، يعطيك العافيه. معالي الوزير، نحن حنتوقف مع فاصل اعلاني قصير ونعود لمتابعه هذا اللقاء مع حضرتك. فاصل قصير ونعود. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من السياسة اليوم، وأرحب مجددا بضيفي معالي الوزير أستاذ بشارة مرهج. مجددا أهلا بك. كنا يعني ختمنا قبل الفاصل مع زميلتنا بالسفارة السورية اليوم مع انطلاق عملية الاقتراع للاستحقاق الرئاسي خارج الأراضي السورية. يعني هيدا الموضوع كيف تنظر له؟ إذا بدنا نحكي اليوم هذا الاستحقاق سيمضي، يعني ويمكن الواضح بالمرشحين الثلاثة الأكثر حظاً هو الرئيس بشار الأسد، يبدو هيك. يعني السؤال اليوم يطرح نفسه، يعني اليوم المهم هو ما بعد هذا الاستحقاق، كيف إذا بدنا نحكي بالداخل السوري كيف ستنهض سوريا، وخصوصاً أن هناك قانون قيصر. صح، نعم، يعني بعد صمود سوريا بوجه الحملة العالمية، نعم، أو الحرب العالمية، نعم، اللي كانت جوهرة التطرف والغلو، يعني سوريا وثبات حلفائها وخاصة موسكو، يعني على الصعيد العالمي والصين، يعني اللي عدة مرات لعبوا دور مهم كتير على صعيد مجلس الأمن، صحيح، ورفع الفيتو لمصلحة سوريا. يعني وبعد معرفة حاليا، بعد في ناس كتير بيعرفوا هالحياة بس عمول هلأ كشفت على الحقيقة أمام الملأ، يعني أنه سوريا تدعم الشعب الفلسطيني وتدعم غزة بصورة خاصة. يعني هذا مؤشر كبير، يعني بالنسبة للخيارات الكبرى بساحة الصراع. ف يعني بعد هالعاملين الأساسيين بعتقد النتائج أصبحت معروفة بالنسبة للانتخابات الرئاسية، وإن شاء الله يعني هالانتخابات ترسخ شيئا فشيئا التقاليد الديمقراطية اللي كانت موجودة بسوريا وعريقة بسوريا، والشعب السوري كان يتقنها يعني بالزمن الماضي، والله يتمم بخير. يعني بالنسبة لأنه مغامرة كبيرة إجراء الانتخابات بظل يعني الحرب التي تخوضها سوريا، وأيضا يعني بعد التعديل الدستوري بال 2012 معالي الوزير. نعم، يعني نحن شفنا هذا الدستور أرسى نوع من النقلة النوعية لناحية، صح، يعني عدم حصرية حزب البعث قيادة الدولة، صح، السورية اليوم فتحت على كافة الأحزاب لأن، صح، يعني يكون لها الحق بقيادة الدولة، وهذا يمكن اليوم تاني استحقاق يجرى في ظل هذا الدستور الجديد. الاحتكار الحزبي سقط طبعا إراديا وسقط تاريخيا، لأنه يجب أن نعتمد التعددية والديمقراطية، وأملنا كبير أنه تكون هالخطوة
يعني الديمقراطية أنه تترسخ من الناحية الجوهرية وتكون منطلق لإشاعة الديمقراطية بسوريا. نعم. ولرفع الظلم عن يعني الفئات المهمشة اللي طاولتها الأزمة الاقتصادية، لأنه صار إجراءات بسوريا بعد الانفتاح يعني ركب قوى احتكارية الحقيقة، وبالتالي الشعب السوري تألم كتير من عدم التوازن الاقتصادي. بعتقد من حق الشعب السوري حاليا يستعيد يعني ثروته مثلهم يعني صحيح. بلبنان، وهن طبعا خسروا هون بلبنان، يعني الله أعلم قديش خسروا بالمصارف. رياض سلامي بيعرف بس ما بيحكي هناك. نعم، عشرات المليارات كمامي على وما بيحكي قديش إلهم السوريين أموال بلبنان واللي كانوا محتاجينها مشان عمليات الإنماء أو قصة يعني معالجة قضايا الكورونا وقضايا الإنتاج المحدود، وبعدين العقوبات الكبيرة على سوريا، يعني ظلم كبير على سوريا بهذا يعني مثل قانون قيصر يعني. صحيح، هذا اللي سألتك عنه. فهالحصار اللي على سوريا كبير، وبالتالي في حاجة لإعادة توزيع الثروة بشكل عادل، مش يعني إعادة يعني بمعنى الضرائب التصاعدية، بمعنى منع الاحتكار، قوانين كسر الاحتكار. ما فينا نبقى لا بسوريا ولا لبنان، أنا عم بحكي عن لبنان وسوريا لأنه خلاصنا معا. نعم. ولازم يكون التنسيق على أعلى الدرجات بين لبنان وسوريا على الصعيد الاقتصادي، على صعيد الجمارك، على الصعيد المالي، على كل صعيد، حتى نقدر نوقف بوجه الحصار الاقتصادي العالمي المضروب على المنطقة، مش مضروب بس على لبنان، على لبنان. صحيح. وعلى سوريا وعلى فلسطين يعني وعلى العراق. يعني قانون قيصر معالي الوزير، إذا كان أمكن للبنان أن يستفيد من إعادة إعمار سوريا، يعني اليوم قانون قيصر حذر هذا الموضوع وأساء لنا كمان أيضا ودول المحيط. لا لن يتيح لنا شيء. صحيح. لن يتيح لنا شيء ولن يتيح للسوريين شيء إلا إذا كفحنا سوا وحققناه ورسخناه على الأرض. إذن من هنا لضرورة يعني تفعيل العلاقات، شاحنات شاحنات. نعم. حتى نقدر نجيب صهاريج من العراق إلى لبنان. نعم. الأمريكان بمانعوا وإسرائيل ممكن تقصفهم. شوفي إسرائيل حساسة جدا لأي إجراء وحدوي عربي، لا تطيق إطلاقا تيار الوحدة العربية، لأنه بتعتبر أنه خلاصة في تمزيق العرب، في تجزئة العرب، تجزئة الفلسطينيين، تجزئة اللبنانيين، تجزئة السوريين، 4-5 دول، لبنان عدة يعني بستونات طائفية. هيك اسرائيل لم تشعر انه في، وللاسف احيانا بنقدم لهم تفاعل بين دمشق وبغداد. احنا فرحنا كثير لما صار في تنسيق اقتصادي بين بغداد ودمشق، وقلنا نحن بنريد نكون جزء منه، لانه اذا ما تعاوننا كلنا ومع الاردن وفلسطين مع كل بلد عربي بيريد يعني يتجه هالاتجاه لحتى نقدر نوقف بوجه الحصار، بوجه قانون قيصر، بوجه الافقار، ووجه يعني منع التفاعل. شو امريكا؟ امريكا الاساس بامريكا هي هالطرق اللي بتوصل هيوستن بديترويت، وبتوصل واشنطن بلوس انجلوس، وبتخترق السهول الامريكيه، وبتوصل بتربط البحر بالبحر والمحيط بالمحيط. نعم. هذا الاقتصاد اذا ما كان في طرق حديثه. صح. وسائل نقل حديثه، وفي تكنولوجيا حديثه، وفي تعاون وتنسيق على مختلف المستويات، ما بنقدر نبني اقتصاد ونطلع من الأزمة الاقتصادية لا سوريا. وأنا بحكي من موقع لأنه أنا وحدوي عربي، أنا بؤمن بالوحدة العربية، ولذلك من حقي أحكي بالمسائل المتعلقة بسوريا والعراق وأي بلد عربي آخر، طبعا من وجهة نظر إيجابية، وجهة نظر أخوية تريد الخير لكل قطر عربي شقيق، وتريد الخير للأمة العربية. لكن أنا بقول أنه مش ممكن نعمل نهضة عربية ونحن على هذا التنابز بسبب طبقات سياسية لا تريد مصلحة البلد، تريد مصلحتها. نحن ما لازم نخاف حتى لو الأمريكان يعني حذرونا، نحن هذا شريان الحياة بالنسبة لنا. يعني نحن اليوم مزارع بالباع، كيف بده يعيش إذا ما في شاحنة بتنقل البضاعة عبر سوريا إلى الأردن إلى السعودية إلى العراق؟ يعني من هنا كيف؟ وجوب وضرورة وأكثر من ضرورة إعادة تفعيل العلاقات مع سوريا. أقل معالي لا الوزير مناص. هناك ملفات كبرى، ملف النزوح مثلاً،
لا مناص نعم من التنسيق الكامل مع سوريا ومن إعادة بس الحياة في هذه العلاقات الأخوية التاريخية مع سوريا. والسوريون جاهزون يعني بيقولوا نحن ناطرين. أملنا كبير كمان نعم. سوريا كمان تتكيف مع هذه الأوضاع عبر هذه الانطلاقة الجديدة نعم. وتسترد يعني دورة ديمقراطية ودورة بالمنطقة وبعدين تسترد أرضها والجولان يعني وتسترد وحدتها لأنه في محاولة لترسيخ وتكريس التقسيم بسوريا وفي محاولات لي يعني بناء دويلات جديدة على الأرض السورية بالتعاون مع السوري والشمال مع القوى إقليمية وقوى عالمية ونريد سوريا تستعيد استقرارها. نحن استقرارنا نعم. واقتصادنا صراحة مرتبط ارتباط كامل مع أخواننا السوريين ومع أخواننا العراقيين نعم. في ناس بيقولوا أنه والله علاقاتنا بالغرب نحن نحرص على علاقاتنا مع الغرب مش عم نقول نقطع على علاقاتنا مع الغرب بس نحن كل يعني الخلل الاقتصادي بسبب عدم التوازن بين صادراتنا وارداتنا من الغرب يعني بنخسر نحن مئات أو عشرات المليارات الدولارات بتجارتنا مع الغرب وما بنربح منهم شيء ما بياخذوا منا شيء بينما سوريا والعراق والأردن والدول العربية هن اللي بياخذوا منتجاتنا نحن ما فينا نبيع منتجات يعني بكمية حقيقية لا بإيطاليا ولا بفرنسا ولا بإنجلترا ولا بأمريكا شوية كذا وشوية كذا لكن الإنتاج الحقيقي هو البلاد العربية وأنا بتذكر أنه دائما يعني بعلاقاتنا واتصالاتنا مع أخواننا بالعراق أو بسوريا دائما كانوا يقولوا لنا أنه لبنان شو عنده إنتاج قد ما عنده إنتاج نحن بنستوعبه هالإنتاج صحيح بس ولا مرة كانت الطرقات مسهلة ولا مرة كانت البيروقراطية بتسهل ولا مرة كانت القوانين بتسهل طيب لشو يعني هيدا إلى ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى عقد اتفاقيات جديدة يعني أو تفعيل الاتفاقيات القديمة نعم. يكون في سهر على تنفيذها أنا ما بدي كتر حكي بهالمسائل بس أنا أول ما استلمت مسؤوليتي وزارة الداخلية سنة نعم. 92 كان الإنسان أنا كنت بطلع على سوريا لأسباب أحيانا سياسية أحيانا اجتماعية أحيانا عائلية يقعد الواحد 3 ساعات على المصنع أنت كنت صغيرة عائلات عائلة فيها أم وبي وولاد صغار يقعدوا 4 ساعات على طب كيف هيك ليش هيك ليش بأوروبا بقعد 2 دقيقة صحيح ليش أنا بلدي الآخر بدي أقعد 4 عملت معركة أول فتحت المعركة بال92 إنه هاي 3 ساعات وال4 ساعات بدنا نعملها 4 دقايق و5 دقايق بمكننتها بإدخال كل المعلومات عملت المستحيل نعم. بدك تقعدي مع الضباط مع الأمن العام مع الأمن الداخلي مع الجمارك مع وزارة المالية هون وبسوريا تقنعي كل يعني موقع من مواقع هالدولتين لحتى نقدر نسهل الدخول والخروج لأنه تسهيل الدخول والخروج للأشخاص والسلع بأول اقتصاد لدى البلدين طبيعي نعم بعد ما عملنا إجراءات وصرنا على إجراء وصرنا نطلع نقعد بالليل ونشوف كيف عم يتحرك الأمن العام وكيف عم يتحرك الجمال صار 7-8 دقايق تكون داخل العائلة من هون لهون وبالتالي صارت الوفود تجي على المحلات اللبنانية نعم من سوريا تشوفي يوم مثلا الجمعة والسبت كل المولات وكل المحلات والمقاومة مليانة سوريين وبسوريا تلاقيك يعني اللبنانيين حشود لبنانية طالعة سبت أحد وراجعين جايبين معهم بضاعة أرخص من بضاعتنا وصار في تفاعل اقتصادي مهم يعني بسبب أنه تسهيل المرور والحركة في إشي نحن السياسيين نحن الإشي الكبيرة باستراتيجيات بالصين وما بعرف شو لم تجي للأمور الفعالة التفصيلية بنقول هيدي خير غيرنا بيحكي فيها لا السياسي الكبير نعم. كبار السياسيين لازم يشتغلوا بالقضايا الصغيرة ويشوفوا كيف الميكانيزم ينزلوا على البور يشوفوا كيف عم تدخل البضاعة ليش أنا إذا في كونتينر أدوية ليش هذا كونتينر أدوية بدي يقعد بالشمس 5 أيام إذا كونتينر أغذية ليش أنا ما بفحصه بسرعة بمرقه لأنه في أول شيء في كسل في بيروقراطية كمان في كومبينات مشان ترتيبات طيب
بتخلينا نحكي عنه بعد اكثر لانه استاذ خالد العبود معنا بالاتصال. خلصت انا خلي الاستاذ خالد. لا لا بدنا نرجع بالعكس بدنا نرجع لانه هذا الموضوع كثير بهمنا بالداخل اللبناني معالي الوزير ونستفيد من حضرتك كوزير داخليه كمان. صباح الخير استاذ خالد. يا صباح النور استاذ خالد، ضيفي بالاستوديو معالي وزير الداخليه السابق الاستاذ بشاره مرهج، لان حضرتك ما عم بتشوفنا. طبعا بدايه لك التحيه وللصديق الغالي والعزيز ضيفك الاستاذ الحبيب، التحيه كبرى ايضا، وانا اصغيت لكثير مما ساقه، واعتقد انه هام جدا وانه الاساس في المشهد، فالتحية له والتحية أيضا للسادة المشاهدين جميعا. نعم أستاذ خالد، يعني اليوم تنطلق عملية الاقتراع للاستحقاق الرئاسي السوري خارج الأراضي السورية. هناك عدد من البلدان سمحت للسفارات السورية للسفارة السورية إقامة هذه العملية، لكن هناك من اعترض. لماذا؟ يعني تركيا وألمانيا، أتحدث هنا تركيا ربما يعني مبرر هذا الموضوع، ولكن ألمانيا لماذا لم توافق على إجراء عملية الاقتراع؟ طبعا أنا في تقديري بأنه يعني يخطئ أو تخطئ كل دولة لم تسمح للسوريين المقيمين على أراضيها بممارسة هذا الحق، لأنه باعتقادي أنه هذه اللحظة هي لحظة حاسمة وتختصر المشهد في كليته، فالذين اعتبروا ووقفوا إلى جانب مية بالثورة في يوم من الأيام ويعتبرون أن الموجودين على أراضيهم إنما هم سوريون يرفضون النظام السوري، الأولى بهؤلاء بهذه الدول بهذه الحكومات أن تسمح لهؤلاء بالتعبير عن رأيهم وإيصال صوتهم لجهة رفض المرشح الذي لا يريدونه. لهذا أنا في تقديري بأن هذا الرفض بحد ذاته هو يؤكد الرواية التي كنا نؤكد عليها منذ الأيام الأولى. طبعا معروف في تقديري بأنه نظام أردوغان لا يريد، هو يدرك جيدا واستخباراته تدرك جيدا بأن هناك لعبة كبرى لعبها على السوريين حتى أولئك المقيمين فوق الأراضي التركية. هو يدرك بأن مشهد بيروت سيتكرر في أكثر من مدينة في تركيا، لهذا لا يريد لهذا المشهد أن يصدره من الداخل. لكن في الحقيقة ألمانيا باعتقادي بأنها رضخت لبعض الضغوطات، إن كان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو من قوى أخرى. أيضا نحن نعلم بأن هناك جالية أو أن هناك مهجرين سوريين كثر في ألمانيا، لهذا لا يريدون لهذا المشهد أن يصل إلى العالم. نعم. طب أستاذ خالد، يعني هناك ثلاث أسماء اليوم تتنافس على رئاسة الجمهورية، بطبيعة الحال الرئيس بشار الأسد والأستاذ عبدالله عبدالله والأستاذ محمود مرعي. ويعني اللافت أنه يعني الأستاذ عبدالله هو في حزب الوحدويين الاشتراكيين، هو حزب يعني قريب مبدئيا من حزب البعث، ولكن الأستاذ محمود مرعي يعتبر من الشخصيات المعارضة الداخلية. هل برأيك يعني هذا التنوع بالأسماء المرشحة هو ترجمة ل تعديل الدستور، دستور 2012، والذي يعني هو وقتها حين لقى معارضة شديدة وواسعة وعدم الاعتراف به، واعتبروا وقتها أنه هو غير شرعي يعني لإقامة هكذا تعديلات، هو يترجم هذا الموضوع؟ يعني أول الخطوة خطوة على طريق الديمقراطية والإصلاحات؟ طيب بدك تسمحي لي هون وبهدوء، يعني لابد من أحكي لأنه هذا السؤال كثير هام في تقديري. أولا الأستاذ عبد الله هو عضو في المكتب السياسي لحزب الوحدويين الاشتراكيين، وأنا أيضا عضو في المكتب السياسي لحزب الوحدويين الاشتراكيين، بمعنى أن السيد عبد الله هو مرشح الحزب حزب الوحدويين الاشتراكيين، وهو أحد أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية
التحالف التاريخي الذي أوجده الراحل حافظ الأسد هي اليوم 10 أحزاب هي تخوض معاركها السياسية سوية. الحكومة محملة في، أو دعيني أقول الحكومة هي من هذه الأحزاب، البرلمان هو من هذه الأحزاب في غالبيته. الأخ محمود مرعي في الحقيقة أنا أعرفه جيدا وأنا قريب منه، هو معارض وطني له وقفات هامة جدا. أهم هذه الوقفات، هو صحيح لا يتفق مع الحكومة، هو صحيح له مآخذ كثيرة، هو صحيح قاد مظاهرات حتى ونزل إلى الشارع، هذا صحيح، لكنه الأخ محمود مرعي رفض رفضا كاملا أن يتم تسليح السوريين في مواجهة دولتهم، وهذه واحدة هامة هي التي جعلته يبتعد عن السيد حسن عبد العظيم. هذه يجب هو, هو كان يشارك في مفاوضات جنيف استاذ خالد، صحيح؟ طبعا طبعا، هو احد اعضاء اللجنه الدستوريه، صحيح، هو معنا في هذه اللجنه، وهو محسوب يعني على فئه ليست فئه الحكومه، هو معارض ومعارض شرف، يعني اسمحي لي بهذه المفرده، لكنه تحت سقف الدستور وتحت سقف القانون، ومعروف الاستاذ محمود على مستوى الداخل. لكن الذي حصل أن هناك معارضات كثيرة في الداخل السوري وفي الخارج، كان البعض يطمح أن يكون هو المرشح، غافلهم الأخ محمود وطرح نفسه كمرشح، والقوى السياسية تحت قبة البرلمان فهمت الأستاذ محمود ودرسته جيدا، وبالتالي أيدته وأعطوه السادة النواب أكثر من 35 صوتا. لكن الذي أريد أن أقوله، وأنت هنا مررت على هذا العنوان، في الحقيقة الخارطة السياسية لسوريا الآن هي كما هي في العملية السياسية الانتخابية لرئاسة الجمهورية. يعني لديك أولا الرئيس الدكتور بشار الأسد المرشح الآن للانتخابات الرئاسية، هو يحجز أكبر كتلة اجتماعية سياسية لأنه الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، وهو معروف هذا الحزب له أكثر من 160 نائب تحت قبة البرلمان تاريخيا في ظروف خلته بهذا الحضور وبهذا الوجود. الأستاذ عبد الله هو يمثل، دعينا أن نقول، هي الأحزاب، أحد الأحزاب التاريخية في سوريا، يعني هذا الحزب عمره بحدود 50 عاما، مو مبارح جاي. الفئة الثالثة هي فئة المعارضة. أنت تتحدثين عن خارطة سياسية بالضبط تمثل خارطة المجتمع السياسي للسوريين. قد نختلف في بعض الحيثيات، قد نتفق في حيثيات أخرى، لكن المشهد كذلك. لكن أريد أن أثبت واحدة، وهي أن هناك بين هؤلاء الثلاث هو هناك مرشح ملك، يعني لا نستطيع نحن كقوى سياسية أن نواجه في السياسة، في العملية الانتخابية، في الاستحقاقات الانتخابية، لا نستطيع أن نواجه الرئيس بشار الأسد. تسألين لماذا؟ أقول لك لظروف عديدة ولشروط عديدة حكمت هذا الرجل، وضعت هذا الرجل في مقدمة الصف، في مقدمة الركب. السوريون اليوم لا ينظرون إلى الرئيس بشار الأسد باعتباره عنوان سياسي فقط، لا، يعني الآن لديكم في بيروت بالقرب من السفارة الآلاف من السوريين، هؤلاء ليسوا بعثيين، وهؤلاء ليسوا مسيسين بالمعنى الذي نتحدث فيه عنهم، هم يتعاملون مع بشار الأسد كقيمة وطنية. هذا الرجل جرب، هو مجرب، وبالتالي يقف إلى جانبه السوريون. لهذا لا نستطيع نحن أن نواجه هذا المرشح الملك، الرئيس بشار الأسد مرشح ملك على مستوى الخارطة السياسية السورية، وبالتالي سيحصد النسبة العليا من الأصوات. هل هذا دستوري؟ نعم هذا دستوري، لكنها العملية واللعبة السياسية، والعملية السياسية الدستورية القانونية التي يشتغل عليها السوريون. في المحصلة هذه عملية سياسية دستورية وطنية لابد من أن نخوضها، وأنا في تقديري بأن ما يقدمه السوريون الآن هو ليس عنوانا في السياسة، وإنما عنوانا في القيمة، وعنوانا في الأخلاق، وعنوانا في الوطنية.
نعم، رغم أستاذ خالد أنه يعني اعتراض أن الولايات المتحدة يعني تقول أنها لن تعترف بهذه الانتخابات، وإذا لم يكن هناك يعني لجنة إشراف عليها من قبل الأمم المتحدة، يعني بغض النظر عن هذه الأمور هذه العملية تجري، وشهدنا أنه هذه الأصوات كمان ارتفعت بانتخابات 2014. بالمختصر أستاذ خالد إذا سمحت، اليوم يعني ماذا بعد مرحلة يعني إعادة تولي الرئيس بشار الأسد للسلطة؟ واضح هو المرشح يعني الأكثر حظا إذا صح التعبير، يعني لأنه يعني أرسى حالة شعبية كبيرة، وواضح يعني أن الانتخابات توجهها لوين حيكون. ماذا حيكون في برنامج عمل الرئيس الأسد في هذه الفترة؟ نحن يعني سوريا هناك جزء صغير لا يزال يعني في مناطق توتر، 80% من الأراضي السورية تحت سيطرة الجيش السوري، سوريا اقتصاد يعني تريد النهوض من تحت الركام. هيك بعناوين سريعة، ماذا في برنامج عمل الرئيس بشار الأسد؟ طبعا الذي يعتبر أن الرئيس بشار الأسد جاء البارحة وهو مرشح يعني بطريقة ارتجالية، لا نكون مخطئين، أو يعني هو بطريقة انفعالية لحظية، لا نكون مخطئين. الرئيس بشار الأسد لم يكن في الحقيقة برنامجه أو بيانه الانتخابي مع بيان الانتخابي للسيد عبد الله عبد الله أو للسيد محمود مرعي. لا، أنا مطلع وأنا متابع للسيد الرئيس بشار الأسد. برنامجه الانتخابي عمره عشرات السنوات، خطه ونهجه كان واضحا. صحيح أن هذه اللحظة التاريخية التي مررنا بها لم تكن دعينا نقول شفافة وقادرة على أن تحدد وتظهر حقيقة ما فعله الرئيس بشار الأسد. الرئيس بشار الأسد في تقديري كان رقما صعبا على مستوى الإقليم وعلى مستوى المنطقة، وفي تقديري أنه حمى سوريا، طبعا ليس على مستوى مواقفه الشخصية فقط، لا، بفضل كفاءته في استعمال قدرات وطاقات السوريين. برنامج عمل السيد الرئيس بشار الأسد في تقديره سيكمله لجهة عناوين هامة. واحدة، الأول سيستعيد كامل التراب السوري. اثنين، سيتخلص من قوى الاحتلال المتواجدة على مستوى الداخل السوري. ثلاث، سينهي كل بؤر الفوضى والإرهاب في الداخل السوري. أربعة، دعينا نقول بأنه يحضر لبنية تحتية. البارحة صدر قانونا، يعني تصوري العناوين وين وهو يشتغل وين. البارحة بالضبط صدر قانونا يتعلق بالاستثمار وإعادة بناء المنظومة الاستثمارية في سوريا. لهذا في تقديري سيدتي بأنه الرئيس بشار الأسد يمتلك من الرؤية، يمتلك من القدرة، يمتلك من الكفاءة، يمتلك من البرنامج والمنهج ونمط العمل ما يؤهله إلى أن يضع سوريا في مكان جديد. كيف لا وقد وضعها بعد 2000 في مكان مختلف عما كانت عليه. لكن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، سأصدقك القول وأنتهز الفرصة إلى وأنا أتحدث إلى جانب أخي وصديقي في الاستديو أستاذ بشارة، لأقول لك بأن لو الولايات المتحدة الأمريكية يعني وافقت على هذه الانتخابات وشجعت هذه الانتخابات، لشككت أنا بالنظام الذي يقوده الرئيس بشار الأسد، ولأصبحت أنا في الموقع المعارض تماما. لهذا الموقف الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يكون كما عبرت عنه. لماذا؟ لأن المعركة لم تزل قائمة، ولأن الرئيس بشار الأسد والدولة التي قادها الرئيس بشار الأسد لعشرات السنوات استطاعت أن تهزم وتفشل المشروع الأمريكي في المنطقة. نعم، يعني بدي أشكرك أستاذ خالد العبود. قبل ما نختم مع أستاذ خالد، بتحب يعني توجه له شيء أو تحكي شيء؟ لا، أنا بأكد على جرأة الأستاذ عبود. نعم، يعني بالتعبير عن تطلعات الشعب السوري وأماله. نعم، يعني الانتخابات يجب أن تكون محطة لتحقيق يعني أمان الشعب السوري بترسيخ الوحدة، إعادة الاستقرار، التخلص من كل بؤر التوتر والإرهاب والتطرف،
اتخاذ إجراءات يعني تنصف الطبقات الشعبية بعد ما نشأ الاحتكار. يعني قلنا بالأمس أنه أصدر قانون الرئيس الأسد يتعلق طبعًا بالاستثمار طبعًا في وإعادة صياغة النعم. يعني نحن ما عم نعطي دروس، بس لا أكيد عم ندرس ما نعم. ما سيفعلونه صحيح باتجاه التصحيح، لأنه عمليات الحرب مؤلمة ومؤذية وبتغير المعادلات كثيرة. نعم. نعم. حتى تستعيد المعادلات العادلة يعني للمجتمع كمان بدها جهد، بدها جهد، وبالتفويض الشعبي اللي بيمتلكه الرئيس. نعم. يعني ممكن ياخذ اجراءات كثير بدها تكون مؤلمه لكن مفيده. يعني كيف يربط سوريا مره ثانيه ببنيه تحتيه متكامله لحتى ينهض معها الاقتصاد وتنهض معها يعني عمليات الانتاج. نعم. واعاده النظر بعمليات التوزيع، يعني عرفت كيف؟ صحيح. فكثير مهم جدا، رغم انه كل العيون الشعبي شوفي تقلك في كل عيون العالم اليوم مصوبه نحو سوريا واعاده اعمار سوريا. خليني احكي لك، نحن نعم. بالحرب اللي عشناها بلبنان افرزت قيادات يعني صارت تتخيل نفسها انه كل واحد ملك على منطقه. وبعدين تضرر الاقتصاد لانه تعطلت العمليه الاقتصاديه وتعطلت العمليه القانونيه. اهم شيء اعاده سياده القانون. نعم. للبلد اللي بيخوض حرب. تنحكي صراحة، إذا ما بده يشعر المواطن السوري نعم. الموجود حتى بأمريكا اللي بتعادي النظام السوري بتعادي سوريا، بيشعر أنه هذا البلد بلده بيقدر يكون حر فيه دخولا وخروجا نعم. تحت القانون. أنا عم بحكي كيف بده يستثمر نعم. وبعدين إذا كان إذا كانت الأموال الضخمة ممركزة بيد قلة 3 4 5 6، مين بده يستثمر؟ تستثمر الطبقة المتوسطة، والطبقة المتوسطة التي يعني هي تعيد دوران العجل الاقتصادي وبتطور، تعمل استثمارات نعم. بكل المناطق وبتنهض بالبلد نعم. أنا بدي أشكرك عضو مجلس الشعب السوري أستاذ خالد العبود، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. شكرا سيدة، شكرا لك. شكرا. مشاهدينا فاصل قصير ونعود. مرحلة ما بعد الانتخابات، سوريا قادمة على يعني مرحلة جديدة ومعها أيضا يعني رؤية جديدة من الناحية الاقتصادية والسياسية، وكنا عم بيصير الحديث عن حضرتك يعني اتطرقت على موضوع أنه وجوب شعور كل إنسان سوري يعني يريد أن يستثمر بسيادة القانون. اليوم في لبنان هل يشعر المواطن اللبناني بسيادة هذا القانون؟ بمعنى خاصة في هذه المرحلة الصعبة اليوم بظل هذه الأزمة الاقتصادية الكبيرة. طيب اليوم البحث المستعصي عن حلول بيبرز مسألة قانون الاحتكار والتمثيل التجاري. هذا الموضوع حضرتك كنت يعني وزير للداخلية في حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الله يرحمه، وهذا الموضوع يمكن من أيام تلك الحكومات كان دايما يطرح وكان دايما يعرقل وكان دايما يعني يصير في صدامات، واليوم هو كمان عم يتم الحديث عنه. برأيك قديه مهم في هذه المرحلة إقراره، ولماذا يعني لا يريدون إقراره؟ من هو المتضرر؟ بس خلينا نقول قديه مهم. خليني أقول لك نعم. بلد عملنا جهد كبير بمجلس النواب نعم من أجل إنهاء موضوع الوكالات الحصرية نعم، لأنه اعتبرناها أنه توتر الأسواق وأنه تمنع المنافسة وتمنع إفادة الطبقات الشعبية من عمليات تدني الإسعار، لأنه لما بيصير في منافسة يخف الاحتكار الاحتكار بيتراجع نعم. والمنافسة بتزيد وبالتالي الشعب بيستفيد أكثر. بعد جهد جهيد وتأجيل وإلى آخره أقر القانون بمجلس النواب نعم، لكن للأسف يعني بده يتوقع يعني من قبل المرجعيات نعم. المختصة، فطلعت التجار واللي اضطروا بمجلس النواب يصوتوا أمام الشعب
انه هن مع المنافسه وضد الاحتكار، رجعوا ضغطوا على المراجع المعنيه وتم تجميد يعني، وصار في تدخلات من بعض المراجع يعني كمان الروحيه الكبيره بالبلد. صحيح، تدخلات كبيره لمنع تنفيذه صراحه، لانه الاحتكار لا زالت له اليد الطولة والسلطة العليا في البلاد، يتحكم بالأسعار. نعم. بدي أعطيك هلأ أي مثل بسيط، هلأ بهالمرحلة معالي الوزير بسيط. قديش عم بيقاتل الوزير محمد حب الله لحتى يصحح عملية الأسعار الإسمنت ترابي عماد حب الله الوزير عماد حب الله. من 92 نعم جينا عم نحكي سألتهم أنا أنا ليش بقول لك لازم الوزير ينزل على الأسواق، ينزل على الطريق، ينزل بين قرب الناس، يعني يحتك، يروح على الدوائر. نعم. يحتك. عم قالوا لي بالورشة معينة كان أنا عم حط لهم، كانت الورش مفتوحة والناس توقع فيها ومشاهد. نعم. فأنا ألزمتهم بحكم صلاحيتي إنه يحطوا السوار على وإذ صار هالسوار حول الورش مدخول لأصحاب البناء صار يحطوا عليها دعايات والى اخره. المهم عم بسالهم انا عن المشاكل، قال لي خيي الترابي غالي، الاسمنت غالي. ليش غالي؟ سالت اول مجموعه، ثاني مجموعه، ثالث مجموعه ببيروت بجبال بالجبل، قالوا لي انه نحن عم بكلفنا طن الاسمنت 85 دولار 90 دولار، احيانا بيطلع لل 100، احيانا بيطلع 110 دولار الطن. قلت لهم ايه شو الغلط؟ نعم. قبل ما نحكي بالبيئة وقصة الكورة، قالوا لي بس بنقدر ناخده نحن من قبرص، تركيا، اليونان، سوريا ب 45 دولار، سيف بيروت واصل على. أنا الحقيقة يعني ضرب راسي أقل يعني أقل من النص. ليش المواطن، المواطن الفقير انتبهي. نعم. طبقة المتوسطة عم يدفع اسمنت تقريبا أحيانا ثلاث مرات زيادة أو مرتين ونص أو مرتين، لأن هناك ما لازم يدفع 5% زيادة. نعم، لأنه هناك شركات تحتكر هذه المادة. أنا طرحتها بمجلس الوزراء صراحة. نعم. بس كنت غريب بهالطرح يعني، لأنه الاحتكار موصول يعني وشبكة واسعة مشبكة على بعد لقين وجهد واقتنع معي يعني. نعم. صارت قصة مفضوحة، قالوا طيب الحل إنه ما فينا نعمل شيء يعني تجاه الشركات الترابي اللي معروف بين أصحابها يعني. نعم. كل الناس محترمين. انه بنفتح باب الاستيراد. قلنا بنفتح باب الاستيراد على القليل المواطن اللبناني صار بيقدر يشتري كيس طن الاسمنت 50 دولار بدل ما يشتري. انعطى رخصه رخصتين وبعدين تبخرت، رجع الاحتكار بين النيابه وطلع ورجع اعاد السيطره. عم بعطيك ومن وقتها الاسمنت يباع للبنانيين بسعر مضاعف، ما بدي اقول ثلاث مرات بس في احيانا ثلاث مرات. هذا يعني هيدا لحديت اليوم يعاني هلا محمد حب الله انه في ناس تهدم بيتها بدها تعمره يعمل، ليش بده يدفع ثلاث مرات؟ الفقير بده يدفع ثلاث مرات حق الاسمنت، هذا بسموه الاحتكار، هذا نموذج. نعم، هيدا نموذج عن سلعة واحدة. هذا نموذج اليوم السلع الغذائية فيها احتكار. السلع الغذائية، الأدوية. نعم. كان طبعا الاحتكار بيدخل بقصة النفط والمحروقات بطريقة أخرى يعني، عرفت كيف؟ كل بند من البنود الاحتكار هو مسيطر عليها. فنحن قلنا أفضل شيء للبنان اللي بيقول عن نفسه اقتصاد حر. شو يعني اقتصاد حر؟ اقتصاد حر يعني يسمح للأفراد كلها. صحيح، حرية التبادل ضمن القانون. الاحتكار يلغي حرية التبادل. صحيح، يفرض السعر اللي بريده على المواطن، بينما الاقتصاد الحر السعر هو تفاعل ما بين العرض والطلب، يعني ما بين طلب الناس وحاجة الناس. فأردنا الانتقال إلنا إذا اقتصاد حر فلننتقل إلى الاقتصاد الحر، حاجة نكذب على نفسنا. أنا بقول لك ما قدرنا ننتقل إلى الاقتصاد الحر التنافسي، بقي اقتصادنا الذي يروجون له ويتباهون بنظام احتكاري قمعي، يعني يفرض السعر اللي بريده على الناس. هذا قمع، هذا إرهاب، نوع من الإرهاب الاقتصادي. حتى هذه اللحظة ما عم نقدر بالأدوية وبالمواد العمار نحرر الأسعار، فما بالك بالأغذية والآخرة.
وهم تلعب لعبة الجمارك وبتلعب المعاهدات كلها بدها سهر والتهريب يا معالي الوزير و... ما هو كله مترابط مع بعض البعض، كله مترابط. بدك سيادة القانون، لذلك قلت لك أنا قصة سيادة القانون بالأول. وهلأ كنا عم نحكي مع سوريا، نعم، قلت لهم إذا ما في سيادة قانون حقيقي يشعر المواطن أنه هو موجود بحريته بكرامته بسبب القانون، مش بسبب أنه والله علاقته بفلان أو بعلان. أنا ما بدي أنا أكون معزز مكرم حر لأنه والله علاقتي منيحة بوزير من الوزراء. يعني هلا أنا القانون بدي يضمن لي. صحيح، معالي الوزير كنا محميين بقانون، نمنا وعينا لقينا هيدا القانون ما عم يضمن لنا نروح نسحب يعني مصاري الواحد من جنى عمره. لأنه من لأنه في بقطاع المصارف الحقيقة طلع في مجموعة تصرفت كعصابة، مش تصرفت ك أصحاب مصارف. أصحاب المصارف بلبنان يا معالي الوزير، المصرف شركة، الدولة وين؟ هن أقوى من الدولة، مع الاحتكار أقوى من الدولة. يعني الدولة للأسف شو الدولة يعني؟ شو هي الدولة؟ الدولة اللي هي على عملية انتخابية، ما هن بيملكوا المال وبيملكوا بسطروا القوانين وبالتالي يصنعوا للدولة كما يريدون. نحن بدك عملية صمود ومقاومة من قبل الناس لتغيير القوانين. هن بيقول لك هلأ اي موظف كبير او اي مشترك يعني ضمن الشبكه بيقول لك القوانين اللبنانيه ما في احسن منها، بس المطلوب تنفيذها. انا بقول لهم القوانين اللبنانيه مش في بعض منها جيد، نعم، له طابع ديمقراطي، لكن في كثير من القوانين بحاجه الى التعديل، مثل القانون المتعلق بنظام المشتريات، يعني نظام المناقصات. كله لصالح امبارح كله لصالح الشركات ولصالح المقاولين، بس للأسف بعد الانهيار الاقتصادي تضررت حتى الشركات وتضرر المقاولون. يعني إجا الويل على الجميع إلا اللي هربوا أموالهم، واللي السيد رياض سلامي ما بريد يسترجع هذه الأموال. بعده بيحكينا بالكابيتال كنترول، خلصت المصريات اللي بدون عمل عليها كابيتال كنترول. انت جاي تاخدك بالهيركات، انت ما لك حق تقول كحاكم بنك مركزي شغلك تحافظ على الليرة اللبنانية والتوازن الاقتصادي، تقول أنا ما بدي فلس ولا بنك. ما حدا فهم يعني ليه اللي فهموا هاللعبة هي. تعرفي يعني لما بيقول ما بدي فلس ولا بنك شو معناتها؟ أنه البنك المسيء اللي تصرف بأموال الناس بطريقة غادرة، نعم، بطريقة غير أخلاقية بعيدة عن التقاليد المصرفية. المصارف ليش بنسميها وديعة؟ نعم. ليش بنقول أمانة؟ ائتمان يعني، صحيح، في أمانة غير يعني أكبر من القانون. نعم، أكبر من القانون. عم بعطيك أمانة أنا بدك تحفظ لي إياها. راحوا لعبوا فيها واستثمروها هون وهون، منهم قادة كبار ومنهم عندهم رتب كبيرة يعني بالدولة، عرفتي كيف؟ وتصرفوا بالأموال المودعين مثل بدهم، وبعدين رجعوا على البنك المركزي عوض علينا. واحد خسران له 600 مليون دولار بتركيا بيجيب، لا معلش خلينا نعرف، خلينا نعرف الرأي العام. نعم. بيروح على البنك المركزي بيعطيه البنك المركزي تنفذ قرض ب 800 مليون، نعم، ب 2%، نعم، شكون عم يعطينا؟ وعلى مدة 14 سنة بيكون عطاها 300-400 مليون دولار هبة من أموالك وأموال الشعب اللبناني. هذا القطاع المصرفي، القطاع المصرفي ما كان حريص على الاقتصاد اللبناني ولا كان حريص على أموال اللبنانيين، مثله مثل أغلب السياسيين اللي ما كانوا حريصين على الخزينة وما كانوا حريصين على الموازنة العامة والإنفاق العام وواردات الدولة. على كل حال معالي الوزير، هذا موضوع يعني كبير كثير. صحيح، موضوع كثير كبير، وللأسف يعني عم نتناقش فيه بوقت يعني بلش يدهمنا وبدنا نرجع نروح على الحزمية على السفارة السورية. بس يعني تعقيبا، كل يعني ما تفضلت في حضرتك يندرج بسياسة سوء إدارة هذه الدولة، هو عنواننا العيد هناك، سوء بإدارة هذه الدولة. في سوء إدارة واحد يعني بيغلط بيرجع بيصحح، نعم، بس السرقه والنهب ما بيصير. امبارح عم شوف انا على ال بي سي عن شخص موظف بالجمارك عنده يعني عقارات وسياحيه وعقارات سكنيه واموال هنا وهنا وهناك لا تصدق. بعدين كيف واحد مسؤول عن ماليه الدوله بيعطي شغل لخيه، بيعمل له شركه لخيه وبيرجع بيعطي شغل، هو كل سنة بيطلع منه 20 مليون دولار.
لما بتكون انت مسؤول عن مالية عن 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 شأن مالي ما لك حق تجيب اقربائك تشغلهم معك. يعني للاسف هيدي لحديت هلا ماذا فعل القضاء؟ ماذا فعل القضاء؟ القضاء بعده عم يتصرف للاسف الشديد تحت وطأة السياسي وتدخل السياسيين مراجع السياسية والمراجع الروحية. خلينا ننطر لا حرام. يتم اقرار قانون استقلالية القضاء. ما بتعمل هيك. انا بدي اقول للطبقات الحاكمة لبنان ما بتعمل هيك. طبقات الحاكمة يعني اقتصاديا وسياسيا وإلى آخره وأمنيا. لبنان ما بتعمل هيك. لبنان أغلى بلد بالعالم مش هيك بتعملوا أهله. نعم. وهيدي ما رح يصير فيهم مثل ما صار بنتنياهو بإسرائيل، لأنه استهتر بالناس واستخفوا بالناس واستخفوا بحليب الأطفال واستخفوا بجهد الناس والمتقاعدين. المتقاعدين اللي يعني اشتغلوا كل حياتهم ليعيشوا بكرامة هلأ نية عم بيجوعوا. يعني للأسف معالي الوزير أنا بدي أشكر حضرتك كتير على حضورك. أنا ممنون أعطيتيني فرصة أحكي هالكلمتين. لا نحن منتشرف دايما نسمع في جرح وحضرتك إضافة بقلب نعم. اللبنانيين ليس له مثيل. وحديت هلأ أهل السياسي ما عم ياخدوا الإجراء المطلوب نعم. اللي بيعالج هذا الجرح. نعم للأسف يعني والألم عم يزداد يوم بعد يوم. معالي وزير الداخلية السابق أستاذ بشارة مرهج شكرا جزيلا لك. الأسبق الأسبق نعم. أنا بدي أرجع أنتقل للسفارة السورية مع زميلتنا ليندا مشلب اللي عم بتواكب اليوم يعني عملية الاقتراع للاستحقاق الرئاسي. ليندا يعطيك العافية مرة تانية، تفضلي شو الأجواء عندك؟